أخبرنا أكثر عن ملكوت الله، هل من مزيد؟ لا تخافوا أيها الأحباء، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما تملكون واعطوا مالكم للفقراء، واكنزوا لأنفسكم كنوزاً في السماء، كنوزاً لا تبلى أبداً، حيث لا يصل لصوص إليها ولا يفسدها السوس. فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك. انظروا، لقد شفيت، إنها معجزة. تعالوا انظروا. المجد لله. هناك 6 أيام يحل فيها العمل، ويمكننا أن نأتي فيها للاستشفاء، ولكن ليس يوم السبت. أيها المنافقون، من منكم لا يحل ثوره أو حماره ويأخذه ليسقيه في يوم السبت؟ هذه امرأة من نسل إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 عاماً، أفلا تفك من هذا القيد في يوم السبت؟